في أقل من 4 أيام جوج حكام صدراتهم غرفة الجنايات الابتدائية بالسنافية طنجة، جوج حكام بالسجن مدى الحياة المؤبد. الحكم الأول كان على واحد السيد قتل مرتو، قتلها ودفنها في الغابة بسبب الفلوس، والثاني ديال شي واحد قتل جارته بساطور في منطقة بكدور ناحية طنجة، حيث قال لك كان كيشك باللي ولدها عنده شي علاقة مع مرتو، يعني مرتو كتخونه، غير كيشك وقتلها. جريمتين وقعوا في مايو اللي داز وتحكموا في نفس الأسبوع هذا اللي داز. نبدأ أولا من ديك الجريمة ديال باكدور اللي وقعت في صباح 15 مايو 2023. في ديك النهار المتهم تسلح بساطور، تسلق ساعة مبكرة من الصباح في الليل، تسلق السور ديال دار جارو، مشى قصد دار كيقلب على الولد ديالو ودخل، صدفته الجارة والسيد كان عوال، ضربها السيد، شك في مرتو اللي يكون عندها شي علاقة مع ولد جارتو. في ديك الصباح الكحل لقامو في الدار وهجم عليها، ولادها كانوا مازالين ناعسين كما راجلها، ضربها بالساطور، ضربها لراسها والأنحام، اختفى من الجسم ديالها مسكينة، غوتات ولادها وراجلها. فاقوا تبعوه وحاولوا يشدوه، واحد فيهم تصاب بجروح بليغة، ضربوا حتى هو بنفس الأداة، لكن كتب ليه الله عمر جديد والحمد لله على سلامته، والله يرحم المرحوم ويصبر كل أفراد العائلة. تحية مسكينة تهزت للسبيطار في طنجة، ماتت لخطورة الإصابة ديالها، والجاني هرب من مسرح الجريمة وخلع حقه الزوج وولده، لكن المصالح الأمنية اهتدت لمكان الاختفاء ديالو وشداتو، وحلته على الوكيل العام محكمة الاستئناف اللي تابعو بتهم القتل العمد مع سبق الإسراء والترصد، الهجوم على مسكن الغير والضرب وجرح بالسلاح الأبيض في حق ولدها اللي كان كيشك بلي هو كيخونه مع مرتو، غير كيشك. متهم في الاعترافات ديالو في المحاكمة، وتمهيديا قال بلي ما كانش في الوعي ديالو، بلي الغضب عمليه عينيه بعد ما شك في الخيانة ديال مرتو مع ولد الجيران وفقد الأعصاب ديالو، قال بلي ما بقاش عقل على شنو كان كيدير، بحال الا كان مهزوز الفوق في ديك الليلة. واخا هاد الأمور لا تصدق، حيت هزيت الشاقور عوال على تخزيز، طلعتي للصور، سللتي للدار وضربتي السيلة. جاني في عمرو 32 عام، قال بلي كان كامل حشيش في ديك الليلة وما كانش عاقل على راسه، هادي محاولة يعني باش يخفف العقوبة على راسه. مشى للدار كما حكيت وحكاته هو في الاعترافات ديالو، طلع للسور بدا كيقلب على الولد. الأم فطنات به، اعترضت السبيل ديالو وضربها بالشاقور، بدات مسكينة كتصرخ وتغوت تطلب النجدة، بشكل فيق راجلها وولادو بثلاثة بهم اللي تبعوه بعد ما هرب، وبدا كيضرب اللي كيقرب ليه كيضربو بالشاقور. النتيجة هو انه قتل سيدة وصاب ولدها بجروح، والنتيجة ايضا هي الحكم المؤبد عليه والاداء ديالو 20 مليون كتعويض لفائدة ذوي حقوق الهالكة الله يرحمها ويوسع عليها ويصبر افراد عائلتها. هذه هي قصة الجار اللي قتل جارته حيت شك في ولدها باللي يقدر تكون عنده علاقة مع مرته. شك وبدا كيتهيأ ويدير السيناريوهات، كيتخايل مع راسو. كرة الثلج طبعا كتكبر مع مرور الأيام، حتى ما بقاش كيفكر بعقله وقرر باش يلصق بهذه الجريمة على حاجة ما متيقنش منها. للأسف الشديد شحال من واحد بحاله وبحال حالته ارتكب حماقات وجرائم في لحظة كان ممكن يتداركها ويبعد عليها ويحكم عقله أكثر من دافع. نجي دابا نهضر على الجريمة الثانية اللي قتل فيها الزوج مرتو ودفنها في الغابة، الغابة ديالها هو وراء حدا لوتولود حدا السبيطار المشفى الجهوي في طنجة. هاد السيد هدا في العمر ديالو 62 عام، تحكم عليه توا بالسجن مدى الحياة المؤبد، والتهمة هي نفسها تقريبا، قتل عمد، سبق الإسراء والترصد، تهم واحدة أخرى. المهم المحكمة اقتنعت باللي الشي اللي منسوب ليه يستاهل عليه العقوبة مشددة، وفي القانون الجنائي المغربي ثاني أشد العقوبات هي المؤبد سجن مدى الحدث مدى الحياة عفوا بعد الإعدام، الإعدام هي أقصى عقوبة. شي مبلغ مالي هو سبب ديال هذا الخلاف كامل. السيد خطط باش يقتل مرتو في صدر جهة الغابة فين قتلها ودفنها، وحتى بعد ما تشد
وتم الاستماع ليه، او ملي كانت المحكمه كتحاكمو وكتسمع ليه، السيد ما بانش عليه باللي نادم على الشيء اللي دار في حق رفيقه حياته وام ولاده. للاسف الشديد السيد من قبل كان مريض بالسرطان، مرته الخمسينيه كان عندها شي حصيصه جمعتها باش تساعده في العلاج، وكانت وقفات معه ما خلت ما دارت معه، هو كان كيطلبها باش تعطيه هذيك الفلوس. هي شرات التليفون لولدها ما قدرش، او بالاحرى ما قدرش الشيء اللي دارت معاه، وشحال ضحات شحال ساعدات فيه، كيفاش كانت كترافقو يوميا في الحصص ديال العلاج وفتره العلاج والمرض، بنادم في شكل. المهم قتلها ودفنها، وكما كيقول قتل الميت ومشى في جناسو. هذا ناض كيقلب مع ولادو مع العائله على الزوجه ديالو، هو عارف فين دفنها وقتلها. العائله دارت بلاغ بالاختفاء الغامض ديالها عند البوليس، بعد ما في ديك الصباح كانت رافقات بنتها اللي ماشي للسبيطار الجهوي فين غادي تخدم في المنيه، كانت فرحانه مسكينه يلاه تعينات ومازال فرحانه ماشي مع ما ساعة غادي يبكيها ويبكي كلش. هو تعقبها مشى على مت واحد البيكالا وصدرجها للغابه الموجوده حدا لوتوروت في ديك المنطقه ديال كزنايا، بداية انهم غادي يهضروا وتمشاو شويه. ساعة هو كان موجد ووقع اللي وقع وقتلها ودفنها. شي 20 يوم وكلشي كيقلب على السيده، بنتها دارت بلاغ بالاختفاء ديالها وبقات تقلب. بنتها مسكينه يلاه تخرجت في المنيه، كانت ماشيه تخدم في السبيطار الجامعي. البنت نشرات الصور ديال امها عبر مختلف الشبكات الاجتماعيه للوصول اليها، والناس تعاطفوا معها وبارطاجوا ديك الصور وديك النداءات تقلب عليها. البوليس كانوا كيبحثوا، لكن مع مرور الوقت بداو كيحسوا بلي الامر يقدر يكون ماشي اختفاء عادي، يقدر يكون في الامر ان يعني يقدر تكون جريمه. وهنا وبداو البحث الموازي، عيطوا لكل افراد العائله باش يسمعوا لهم ويعرفوا واش كانت كتعاني من شي حاله نفسيه او كان عندها شي مشاكل. والافادات ديال العائله غادي تبين شعاع الضوء. الاقارب قالوا بلي المختفيه كانت عندها مشاكل مع راجلها بسبب الفلوس، والراجل سمعوا ليه وعاودوا سمعوا ليه وديما كينكر، كينكر العلاقه ديالو بالاختفاء ديال مرتو. وملي ضيقوها عليه السيد ملي شعر بالاقتراب ديال البوليس من الحقيقه، ما لقى ما يدير، استسلم للمحققين وكشف عن هذا الحقيقة من تلقاء نفسه. قال بلي هو ملف على هو اللي قتل مرته بسبب خلافات مالية كما قلت. الزوجة مسكينة كانت مدبرة الفلوس، كان مدبرها ليه في فترة العلاج ديالو من السرطان، ويعني وفرت شي حاجة وهو كان خصو ديك الفلوس اللي يبقى يديهم. هي خلاتو يعني خلات الفلوس لدوائر الزمان، لكن الراجل كبات في راسو. الزوج بعد الاعتراف ديالو داوها للغابة وراهم فين مدفونة مرتو، أو بالأحرى دفنها ديك النهار. وفي تفاصيل الجريمة، الأم مشات مع بنتها وصلت للسبيطار الجامعي فين غادي تخدم. بعدها جا راجلها مشات معاه للغابة، بداية أنهم يتمشاو شوية ويتسالاو حيت الغابة قريبة من السبيطار. ملي تأكد السيد بلي البلاصة فين موجود ما فيها حركة بغتها خنقها حتى ماتت مسكينة، وملي تيقن بلي ماتت حفر ليها الحفرة ودفنها. دار هادشي ورجع للدار وكأن شيئا لم يقع، قبل ما يمشي مع أفراد العائلة باش يبلغوا على الاختفاء الغامض ديال مرتو الله يرحمها. والله يهدي بنادم، ضيعتي مرتك، ضيعتي بنتك، ضيعتي ولادك، عائلتك في عز فرحتهم، فرحتهم بالوظيفة ديال البنت في الملية، وضيعتي حتى راسك. واش غادي تكون باقا لك في عمرك هاد السنوات الطويلة اللي كتنتظرك تدوزها في الحبس؟ حتى ولو كان تخفيض العقوبة او العفو، ما اظن انك غادي تخرج من الحبس، ولو ان الاعمار بيد الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الانسان ملي ما كيحكمش عقله كيدير الزبايل وكيريب كل شي في لحظة غضب. ونتمنى بس تاخدوا الدروس والعبر من بحال هاد القصص، وشكرا جزيلا والى فرصة لاحقة ان شاء الله.